Hey guys, welcome back to my channel. السلام عليكم. قصة اليوم أنا قد سمعتها تقريبا من سنة ونص، وعلى بالي إنه هي قضية اختفاء لها سنة ونص. لما جيت أحضر الفيديو هذا اكتشفت إنه في شيء غريب صار بعد الاختفاء ده. فتعالوا نتعرف على القصة حقتنا حقت اليوم اللي من جد في ناس قالت لي نبغى الفيديو هذا من فترة، يعني فين وبندور عليه. فأنا سويته الحين بطريقة أفضل ومعلومات أفضل، لأنه وأنا ببحث عن القصة لقيت في مستجدات. فالفيديو الأولاني مو تمام. لازم تعرفوا كم حاجة قبل أبدأ القصة، إنه القصة هذه أصولها برازيلية. فالناس اللي قالت القصة هي يعني هم نفسهم مو متأكدين إذا ترجموا كل شيء 100% صح. باختصار شديد حنتعرف على صاحبنا هذا اللي اسمه برونو بورغيس. برونو وقت الحادثة اللي صارت معاه كان عمره 24 سنة. القصة هذه في 2017. اللي صار انه اول حاجة خلينا نتعرف على برونو. برونو يدرس فلسفة. فلسفة في ايش بالضبط والله ما اعرف، بس برونو من صفاته انه هو جدا ذكي. تعرفوا الناس اللي ذكائهم ما شاء الله تحسوا اللي شوية وما تعرف حيخترق ايش؟ برونو كان زي كده، ما شاء الله ذكاؤه بزيادة شوية، يعني وصل ما خلف الطبيعة من كتر ما هو بيفكر. وترى فعلا انا ماني جايبه شيء من عندي، ترى هو كده فعلا. ليش قضيه اختفاء برونو تحطت ضمن القضايا الغريبه في الاختفاء؟ نتعرف شويه على صفات برونو. برونو انسان جدا محبوب، مو زي كل شخص اتكلم عنه في بدايه سلاسل الجرائم. لا، الشخص هذا فعلا يعني اختصار الشيء اللي قراته عنه، يعني تقدر تقول ما بين الطيب جدا وما بين الذكي لدرجه انه مخه ممكن يطير في مكان مرة بعيد، شوي غامض ما تعرف الولد ده ايش وضعه، ولكن جامع كل شيء، لكن ما حد قال عنه شيء مو كويس. في 2013 برونو بدأ يبحث عن شيء، يبدأ يفكر في مشروع. ده على حسب ما انا قرأت. الولد كان مغرم بالقراءة، يعني يمكن في الشهر ممكن يقرأ فوق 14 كتاب. انا ما اعرف اذا ده معدل واو، ان انا انسانة صراحة ما احب اقرأ كتب. امه اللي اسمها دينيس بتقول انه الولد كان يحب يقرأ، فقالت انه ما حبيت اني اشيل هذه الموهبة منه فخليته. مو موهبة، سوري، الهواية هذه، بس انا بشوف ايش بيقرأ. يعني شوي شوي قالت يعني تحول الموضوع من انه يحب يقرأ لمرة يحب يقرأ، وتحول الموضوع بعد كده من انه مرة يحب يقرأ ل يعني خلاص مهووس. فهنا بطلت تسيطر على الموضوع، الولد صار مخه كله بس في القراءة. اوكي له وقت لأهله، بس اغلب وقته يجلس بس يقرأ. ما تعرفوا يقرأ ايش؟ كتب كبيرة كده، الفلسفة على الفيزياء على كده، كلام كبير. طبعا هذا جدا مختصر ترى من الكلام اللي قالوه واللي فسروا ايش انواع الكتب اللي هو يقرأ عنها. مع الايام برونو بدأ يسوي مشروع، بس امه ما هي عارفة ايش هو المشروع تحديدا. كل اهله واصحابه ما يعرفوا ايش هو الموضوع، بعض من اصحابه مو كلهم. فالام بتقول انه الولد بدا انه يطلب مني مبالغ عشان يبغى يسوي مشروع. ما قال لها عن مشروع عن ايش، لكن يعطيها زي تفاصيل كده. تعرفوا اللي يسال مره عن المشروع ممكن يعطيله ايش المغزى، ايش المعنى، وكمان مو تفاصيل، يعني كلمه كلمتين. يعني فعليا فعليا ما حد عارف الولد ده ايش كان بيسوي، بس قال لها انه هذا المبلغ اللي انا ابغاه، كان حاجة 60,000 دولار. قالت له أمه إذا مشروعك بدأ المبلغ تحتاج لممول أو لراعي. فالولد قال لها لا، رفض، ما يبغى راعي، ما يبغى أي أحد، ما يبغى أحد يعرف المشروع. ليش؟ قالت الأم إنه برونو عمل 14 كتاب حسب ما هو قال لها، وخلاها تقرأ واحد من الكتب هذه. وأنا ما أعرف كيف هي قرأت الكتاب، لانه حسب ما عرفت انه الكتاب كان مكتوب بلغه ثانيه. الام لما قرات الكتاب ده قراته قالت 3 مرات، واظن هي الوحيده اللي قرات الكتاب كامل. فبتقول بدات تشوف فعلا انه المشروع كبير. واحد كمان من قرايبينه خلاه يقرا واحد من الكتب. قريبه ده بس قرا يمكن ابو 14 15 صفحه بس من الكتاب. يقول انه اندهش انه الولد وصل لدي المرحله من البحث. هذا اللي يعرفوه عن المشروع حق برونو. ما حد عارف المشروع عن ايش له فتره، تقريبا جلس سنه كامله ما حد عارف ايش مشروعه وفي ايش بيخطط. ولكن في احد الايام، تحديدا في شهر مارس، اهل برونو راحوا لرحله، اظن الام والاب فقط. لما راحوا اللي فضلوا في البيت مين؟ برونو، اخوه التوام، واخته. لما الام والاب رجعوا من السفر يوم 27 مارس 2017، برونو ما يخلي احد يدخل غرفته في الفتره هذه، يعني ما يخلي اخوه التوام او اخته او اي احد من
من وعيال عمه وزي كده أي حد جوم لهم البيت ما يخلي ولا أحد يدخل غرفته، ممنوع دخول غرفته. هذه أول مرة تصير، يعني يطلع ممكن يجلس معهم شوية بس أغلب وقته تقدر تقول مثلا ساعة ساعتين يجلس معهم، ثلاث ساعات مرة، باقي اليوم كله في الغرفة ومقفل الباب وما حد يدري هو إيش قاعد بيسوي جوا. اللي صار إنه لما جوا الأم والأب من السفر دقوا عليه ما فتح الباب، ما يرد. كيف فتحوا الباب ما أعرف، هل فتحوه عادي كده ودخلوا ولا فتحوه بمفتاح احتياطي ولا كسروه، ما قالوا بالتفصيل كيف انفتح الباب، بس المهم عندنا أنه قدروا يفتحوا الباب. وهذا اللي شافوه في الغرفة. الغرفة ما فيها عفش، العفش راح، الغرفة قلبت لون أبيض وفيها كتابات في كل مكان، كتابات على الجدران، على الأرض، على السقف، في زي كاونتر، كاونتر بمعنى مو طاولة بس شيء يشبه الطاولة، محطوط فوقه الأربعتاش كتاب اللي كلمتكم عنهم. المشكلة إنه كل الكلام اللي هو كاتبه في الغرفة ده كلها كلام مشفر، حروف رومانية على حروف، كلام مشفر ما حد قادر يفهم ولا شيء اللي هو كاتبه. الكتب نصها مكتوبة كلام عادي اللي هو إسباني، نصها ما أدري إيش اللغة اللي مكتوب فيها بس لغات كتير، وثلاثة أرباعها بالروماني. باقي الغرفة كلها اللي انتو شايفينها دي شفرات. في نص الغرفة في تمثال بنفس طول الإنسان تقريبا، تحت التمثال ده في رسمة وحوالينها برضو كتابات. العفش فين؟ برونو فين؟ متى طلع من البيت؟ كيف طلع من البيت؟ خلال ال 22 يوم هذا اللي كان بيسويه، هذا هو المشروع اللي كان بيستنى أهله إنهم يسافروا عشان يقدر إن هو يتخلص من العفش اللي في الغرفة ويقلب الغرفة للمكان الغريب ده. قبل لا أكمل لكم الموضوع، في بارت نذكر في أحد المصادر بس ما أتذكر متى وقته بالضبط، لكن على ما أعتقد إنه الوقت هذا كان قبل ليختفي برونو. واحد من أقاربه أو أخوه أو أخته كانوا زي اللي لما سألوه إيش المشروع اللي أنت بتشتغل فيه، وراهم الكتاب ده وخلاهم يحاولوا يفكوا الشفرة حقت الكتاب ده. كان فك الشفرة كيف؟ إنه هو واحد من الكيبورد حقت الكمبيوتر حقه حط على بعض الحروف شكل الشفرة هذه إيش، فقدروا يفهموا إيش الكلام اللي كان مكتوب في الكتاب وقت ما قلت لكم خلاهم يقرأوا 3-4 يمكن صفحات من الكتاب بس. وسائل الإعلام البرازيلية لما جات وصورت الغرفة، تعرف الغرفة وضع ما يطمن، أنا لما أكتشف إنه في غرفة في بيتي زي كده وأنا ما أدري، الوضع أبدا مو مريح. إيش ده؟ اللي سواه الإعلام البرازيلي إنه هو أخذ جزء من الكتابات حاول إنه هو يترجمها من اللغة اللي كانت فيها وعلى ما أظن كانت الرومانية إلى البرازيلية، ومن البرازيلية بدأوا الناس يترجموها للإنجليش، فعشان كده بيقولوا يمكن في أشياء كتير مترجمة غلط من الجدر أو من الكلام البرازيلي، فعشان كده الكلام مو واضح 100%. لكن يا جماعة أنا ما حقرأ لكم إيش اللي كان مكتوب، ما حقرأ لكم إيش اللي ترجموه لأنه كلام كتير وبصراحة أنا ما قدرت أفهم ولا شيء منه، يعني مو ما قدرت أفهم إنه ماني فاهمة، لا ما قدرت أفهم المغزى من الكلام إيش. الولد بيتكلم بكلام عميق جدا، يعني كانت الزبدة من ده كله إيش المعنى من الحياة، ليش الحياة موجودة وليش إحنا موجودين وإيش في غيرنا موجود وإحنا ما ندري، وإيش الإثباتات والأدلة على الشيء ده. من النهاية من النهاية كل اللي أنتوا شايفينه هذا هو. الولد بيدرس فلسفة، فمدخل الفلسفة مع الفيزياء مع الفلك مع كل شيء إثباتات للشيء هذا اللي بيصير. الولد مركز أكتر شيء على المعنى من الحياة، زائد إنه في أشياء تانية عايشة معانا. بالعربي تحسوا كلامه جزء aliens جزء شيطاني، ما تعرفوا كل شيء داخل في بعضه. بالعربي كل شخص من عائلته وأصحابه لما نجوا على الغرفة دي كلهم صار لهم زي الفلاش باك، فلاش باك زي اللي رجعوا كده بالوقت اللي ورا وفهموا
ليش اللحظة دي قال هو كده. لما برونو كان ينسأل مليون مرة انت ايش المشروع اللي بتسويه، ما كان يقول، بس كان يقول لهم مشروعي حيغير البشرية كاملة. دائما كان يقول الكلمة دي، حيغير البشرية. يغير البشرية من اي ناحية؟ طيب يعني مو انه مثلا والله اختراع حيغير البشرية، لا، هذا مو اختراع، هذا نظرية، ونظرية اكيدة هو هذا كلامه. طيب دحين عرفنا الغرفة ايش فيها، وعرفنا المشروع حقه حق ايش، هو فين. في ثلاثة صور في الغرفة يعني ما تريح ابدا، وجودها ما يريح، انه ايش ده. طبعا هذا غير التمثال اللي في النص. لاقوا الولد جاله تحويل بنكي المبلغ اللي فعلا طلبه للمشروع حقه. المبلغ هذا استلفه على ما اعتقد من قريبه، او هو كم كذا شخص يعني من اللي كانوا مصدقين بالشيء اللي هو بيسويه. كانوا قليلين، كانوا 5-6 حسب ما عرفت بعدين. فاستلف المبلغ هذا، واظن هذا المبلغ هو اللي خلاه يشتري هذا التمثال على ما اظن. ليش؟ لانه في واحد من المصادر اللي تكلم قال انه التمثال ده غالي، فعلى ما اعتقد انه هذا سعر التمثال. بس دقيقة، التمثال ده ايش؟ مين ده؟ التمثال ده يا حبايب قلبي يعود لشخص من ايام زمان، عام 1500 وشيء، يعني شوفوا مرة زمان. هذا الانسان كان بالضبط بيسوي نفس الشيء اللي بيسويه دحين برونو، بس برونو دحين بيسوي الشيء ده على اوسع. ايام زمان عاد بقول لكم 1500 وشيء، يعني مرة بقديم، لكن اللي كان بيحاول يثبته شيء مشابه جدا للي قاعد بيسويه برونو. الانسان هذا اسمه جيوردانو برونو، والصدمة الأكثر غير إنه هو اسمه برونو ينتهي ببرونو، ولد كان مهووس فيه، لأنه جيوردانو برونو برضو كان فيلسوف. يعني تقدر تقوله إنه برونو اللي اختفى قاعد بيسوي نفس اللي بيسويه جيوردانو بالضبط، كأنه قاعد يمشي على اللي هو بيسويه. وبرونو درس الفلسفة كمان. الفيلسوف اللي مات اللي اسمه جيوردانو طبعا مات وهو محروق، يعني حرقوه، هذه أيام زمان عادي كده، نسأل الله العفو والعافية. فهذا التمثال كان موجود في إيطاليا، كيف جابوا عنده الغرفة ومتى جاء الغرفة الله أعلم. بس اللي بيقولوا قريبه إنه هو عارف إنه في تمثال موجود للزيارة، بس قريبه ما يعرف إنه التمثال فين، ما يعرف إيش هو، يحسب هو رايح يزور التمثال، هو ما يدري إنه التمثال جاء البيت. بس حتى التمثال لما جاء البيت كيف جاء وما حسوا فيه؟ أنا استنتجت شيء من عندي، شفت في شباك في الغرفة عنده، أظن الشباك هذا يعني سهل إنه الواحد يدخل منه أشياء ويطلع منه أشياء. أعتقد إنه خلال 22 يوم دولة كان بيطلع الأشياء ويدخلها من الشباك ده. ما علينا، فين برونو؟ برونو لما خرج من البيت كان لابس شورت وتي شيرت، وكان معاه الشنطة حقت الظهر، وعلى ما أعتقد كان معاه هارد ديسك. ما أدري ليش ذكروا معاه هارد ديسك، كيف عرفوا؟ لما جاي بيسألوا الناس وبيسألوا، طبعا أنا ما أعرف هل هذا الشيء كان بس في الإعلام البرازيلي، ما تحط في الإعلام الأجنبي أبدا، لكن لما جاي سألوا شافوا كان في مكان يعني من كاميرات المراقبة اللي جنبهم على ما أعتقد لقط برونو وهو ماشي وبيجري، وفعلا كان لابس ده اللبس. وكمان سألوا الناس اللي شافت برونو في ده اليوم، قالوا الناس حسب ما جمعوا أنه برونو كان طالع من البيت مشي برجله تقريبا أبو 1 كيلو، بعدين أخذ تاكسي. على ما أعتقد بعد ما الإعلام تكلم على موضوع برونو، صاحب التاكسي جداً جاء تكلم وقال أنه أنا وصلت برونو لمدة 15 دقيقة كان المشوار، خلى واحد يوصف له المكان فين، وفي النهاية المكان طلع زي جنب موتيل، موتيل يعني فندق صغير، نزلوا هناك وخلاص مشي. لما راحت العيلة لدي الموتيل وسألتهم أنه هل أنتوا تعرفوا أي شيء عن الولد، قالوا لا ما نعرفه، ما جاء أصل الموتيل، يعني هو الولد كان قدام الموتيل، بس في من هناك الناس اللي موجودة اللي قالت كان واقف قدام منشور، يعني زي شيء يعني كيف أقول لكم، ورقة أو إعلان حاجة كده محطوطة على عمود، هذه آخر مرة شافوه واقف عندها. بعد كده الولد اختفى وما حد يعرف أو ما شافوه أصلا. جنب الموتيل هذا أو وراه في زي غابة، غابة كبيرة والناس بتروح لها الغابة دي مرة كتير، لاصقة على طول في الموتيل، يعني تعرفوا مو الغابة اللي تخافوا منها، أكيد تخوف صراحة في الليل بالذات، لكن بيقولوا في ناس كثير بتروح الغابة هذه بغرض التجمع، كي يجمع في آخر الليل يحطوا النار، يعني
زي الكامبينج كذا يعني، غابة تعتبر سيف نوعا ما، معني ما أثق في الغابات أبدا. فقالوا خلونا ندور هناك يعني، يعني أكيد إلا ما يكون هناك دم، حركاته غريبة. لما راحوا هناك انتهى فيهم المطاف لنص الغابة، 5 كراسي، 4 منهم لونهم أبيض، 1 منهم لونه أحمر، وفي النص زي نار مرمدة، يعني كان في نار شغالة وانطفت، والكراسي على شكل دائرة. أنا لما أنذكر لهذا الموقف جاء في بالي إنه هو نوع من الطوائف، لكن في خياطة، وبرضو ما أعرف كيف وصلت الخياطة الموضوع، زي ما قلت لكم الخياطة دي قالت إنه فعلا انطلب منها من برونو إنها تسوي 3 أرواب لونها أبيض، وراها الديزاين اللي هو يبغاه. الديزاين يشبه بالضبط واحدة من الصور الغريبة الثلاثة اللي قلت لكم عليها موجودة في غرفته، اللي هي هذه الأرواب اللي زي كده. بالعادة يستخدموها أكتر شيء في الطوائف، لأنه سألوها هل الأرواب كانت تشبه أرواب الكنيسة، فقالت لهم تقريبا، ما قالت إيوة. ليش؟ باعتقادي لأنه أرواب الكنيسة هناك عندهم يعني ترى ما فيها، ما يجي فيها الهودي، يعني دائما تكون عادية. الهودي هذا أغلب الطوائف هي اللي تحطه أكتر شيء، حسب ما أنا سويت ريسيرش، يمكن كلامي غلط، دام في روب في الموضوع وأبيض فأحس إني فهمت الموضوع. نيجي دحين عند الصورة الثانية اللي من ضمن 3 صور اتكلمنا عن حقة الروب. باقي واحدة لما شافوها الأهل إيوة بالضبط. شوفوا أنا ما أدري عنكم، بس لو ربطتوا الكلام مع الروب بعدين اتقفل الموضوع تماما. طبعا كانوا بيدوروا عليه الشرطة، يعني كل الشرطة بتدور عليه. قالت انه القضية تنقفل لانه الولد مو مخطوف، الولد انشافه هو ماشي بنفسه رايح وكده، وخرج من البيت بكل صحته، ما جاء ما ذكر انه في ناس مثلا بتلحقه شيء، الولد راح بملء ارادته. وغير كده لا تنسوا انه هو ادولت اللي هو خلاص اوريدي عدت 18 سنة، فاذا هو يبغى يمشي مكان يقدر يمشي بدون ما احد يقول له. فعشان كده قالت الشرطة انه مصيره حيرجع، واصلا كانوا اهله حاسين انه هو حيرجع، بس السؤال فين راح. وعليها تقفلت القصة، وكل الناس اللي نشرت عن القصة وقفت عن دا الشيء وسكتت. في احد الاخبار البرازيلية اللي دخلت غرفته وصورتها لقطت شيء في الغرفة ما احد من الموجودين اخذ باله منه. ورا الباب فوق مرة ناحية السقف في صورة، لو النور ما توجه عليها ترى ما كان احد شاف ايش اللي فيها. الصورة بالضبط هي دي، اظن انكم اغلبكم يعني الناس اللي مرة في اليوتيوب اظن انها شافت الشعار ده كتير في اليوتيوب، وعن شيء اسمه سكيدا اي ثينك، حاجة ظهرت فجأة في النت. بصراحة انا ما قرأت عنها ولا شفتها ولا، فما اعرف ايش، هل هي طائفة، هل هي اكواد، هل هو انترنت مظلم، والله ما اعرف. بس هذا شيء اسمه سكيدا، يمكن اسوي عنه بعدين فيديو يعني اذا تبغوا، او اللي عنده اي معلومة ممكن يكتبها تحت، ما في اي مشكلة، feel free خذوا راحتكم. بس هذا الشعار يعني شيء مرة كبير، لانه هذا الشعار كان دائما غامض في اليوتيوب. طبعا هو اختفى يوم 27 مارس، الشهر اللي يجي بعد مارس على طول اللي هو ابريل. فبين 27 مارس ل 10 ابريل كان ولد مختفي. شوفوا كم يوم له، في هذا اليوم طلع ابديت للقضيه حقته، والابديت هذا انا استغربت انه ما حد يتكلم عنه، ولكن بيقولوا انه في احد المواقع، وهو موقع اظن عامل زي ريديت والاشياء هذه، ظهرت رسالة، وعلى ما أعتقد كمان كانت من أنونيمس يعني شخص مجهول، ظهرت رسالة باللغة حقة الحاسب اللي هي 011010 زي كده. الصحافة هذه البرازيلية أخذت هذا الكلام وحولته لحروف، والكلام هذا كان اختصاره إيش؟ إنه هاي أنا اسمي برونو، وأنا عمري 24 سنة، تركت ورايا 14 كتاب وكلها مكتوبة بحروف مختلفة ولغات مختلفة، وسيتم الإفصاح عن الموضوع هذا أو معنى الموضوع هذا يوم 14/4/2017. طبعا شهر 4 كان هو نفس شهر أبريل اللي طلع فيه هذا الشيء. الأبديت طلع يوم 10، وهو بيقول إن يوم 14 يعني بعد 4 أيام هيتم الكشف عن الموضوع، تحديدا الساعة 17 يعني الساعة 5 صح. في النهاية كان مكتوب زي هاشتاج وفي أرقام 3301، شافوه في نفس الصورة حقت السكيدا،
طيب طب ايش دخل سكيدا في الرسالة في ايش دخل ده كله ايش فيه؟ يوم 14 لما جاء الموقع حق سكيدا تحديدا الساعة 5 صار فيه فعلا تغيير وجاء نزل في الموقع ده، مع ان انا ما قد دخلت الموقع ولا اعرف انه هو اصلا له موقع، بس هذا اللي ذكر في التقرير انه ظهر ملف صوت MP3 وكان اسمه برونو. لما تشغل المقطع هذا صوت موسيقى عادية، في ناس بتقول موسيقى حماسية، بس ايش ما حد فهم ايش الموضوع. الاغنية تبدأ تتلاشى تتلاشى fade out كده، تعرفوا اللي تبدأ ايش توطى 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 لين تختفي. لما توقف الاغنية اذا طارتوا في الدقيقة اللي وقفت فيها الناس ما هي فاهمة ولا شيء من الموضوع، ففي اشخاص يعني قالوا انه طب خلينا ناخذ هذا الرقم ونحطه في جوجل، يمكن في اكواد، يمكن في شيء ما نفهمه. لما اخذوا الرقم ده اللي وصل عنده الصوت، لما انتهى الصوت حطوه في جوجل، طلعت لهم جوجل رقم ماستر كارد يخص برونو في البرازيل. ايش شيء تاني، وهذا الشيء برضو اعتذر شويه ممكن في لخبطه في الكلام لانه برضو اللي بيتكلموا ما هم متاكدين، وهم بدوروا على برونو لاقوا فيديو موجود في الحساب حق برونو اللي في اليوتيوب، الاكاونت حق برونو فيه واحد فيديو محطوط، واحد فقط، حوريكم جزء من الفيديو. الديسكريبشن حق الفيديو، الديسكريبشن اللي هو صندوق الوصف، يعني تعرفوا كلام انجليش الانجليزي معرب اللي هو فجأة تلاقوا 7 5 6 في نص الكلام وهذه معناها حروف. الكلام اللي في الديسكريبشن مكتوب بالاسباني، اوكي، مدري برازيلي، مدري ايش لغة البرازيل، ما حد فاهم ايش المعنى، بس انا متأكدة انه لو اتاخذت الارقام دي اللي في الكلام ممكن لها معنى تاني. الزبدة هالولد ده كل شيء يخصه عبارة عن شفرات. طيب كويك تفك الشفرات، بس انت فك الشفرات وليله طويل من جد، ليه ده كله؟ الحساب ده اللي اخذ الفيديو حق برونو وحطه، انا ما اعتقد كتب انه هل تصدق بالكلام ده، مين يعلق على الفيديو هذا؟ نفس حساب برونو، هذا كله في الفترة اللي برونو مختفي فيها ترى. وكيف معلق برونو؟ باللغة الرومانية كده، لازم يلف كده ويدور، ليه ده كله؟ طب ما تتكلم دايركت، ايش في؟ ترى حتى الرد اللي ردوا بعد ما ترجموه للبرتغالية، بعدين ترجموه مدري فين، بعدين ترجموه للانجليش، برضو كلامه مفهوم. المشكله الولد بيتكلم على انه اللي قدامه ده ذكي زيه، حيفهم هو ايش بيقول، وما حد فاهم ايش بيقول. المهم في نفس الموقع اللي نزلت فيه الشفرات ديك في البدايه لما قلت لكم ارقام حقت لغه الحاسب، حط الصوره حقت برونو والالين اللي كانت محطوطه في غرفته، وما اعرف هو ايش كان كاتب، بس باين بالاسباني مكتوب. قام برونو رد عليه، بس ولله الحمد رد، يعني رد بالحروف العاديه، بس الرد هذه مره مختلف تماما. الكلام اللي قاله برونو، طبعا كتبته عشان ما انسى، انا هنا يا رجل، جئت الى القوة، والان انا اعيش هنا، هناك اناس سيئة، اختفيت لحماية نفسي، لن يمسكوا بي ابدا، الان انا اعيش في البرتغال. وبعدها كتب كلام زي اللي ما حد كلف على نفسه ويدور علي، في ناس واقفة ورايا جدا سيئة. ايش قصده بالكلام ده ما اعرف. اللي يقهرني في الناس اللي بتنقل القصة انه ما تقول مثلا ايش ترتيب الاحداث، ما تقول مثلا انه والله هذا الشيء مين اللي قال انه هو قال كده. يعني انا فجأة وانا بقرأ ايش قالوا، قالوا انه كمان قال انه هو كذا كذا، طب كمان قال هذا فين؟ هذا في نفس الكومنت ولا في مكان تاني؟ هذا اللي يقهرني في بعض القصص، يعني تكون القصة حلوة بس المعلومات الغبية دي مرة تقهرني. تبعا للمصدر اللي تكلم في القصة هذه انه بيقولوا انه كمان برونو قال انه هو اتصل في البيك وايتيز، AKA الفضائيين، طبعا AKA بالانجليش بين قوسين او بمعنى اصح زي كده، في الفترة حقت 22 يوم كان بيتصل معاهم، واللي خلاه يطلع من البيت انه كانت مهمة لازم يسويها عشان يكمل الاتصال معاهم. بعدين جات رسالة تانية برضو مشفرة، وهي انه برونو بيقول انا عايش في كهف، please do not disturb، لا تزعجوني. والله العظيم انا ادري انت اللي بتتابعني مخك كده دخل في بعضه، اللي انت ايش بتقولي، ايش بيسوي هذا، ايش ماله، استنى للاخر. بعد تقريبا 5 شهور من اختفائه، او الفترة اللي اختفى فيها انا ماني فاكرة بالضبط هي كم شهر، لقيت واحد من المصادر قال انه رجع
رجع البيت. وكيف رجع؟ لقطته واحدة من الكاميرات المراقبة، بس برضو ما جابوا الكاميرا، مستغربة. لقطته واحدة من الكاميرات المراقبة هو فجأة طالع من الظلام، ما يعني أظن كان ليل، فجأة لقوه كده ماشي ومعدي حافي بدون شيء، ماشي كده تايه، وراح بيت أهله. بعدها بثمانية أيام قبل إن هو يسوي انترفيو مع واحد من القنوات أو شيء، مقابلة دي ما لقيتها. بس خلال المقابلة حسب ما قالوا في المقال إنه هو غابها عشان يبغى يصفي ذهنه ويصفي روحه من الناس المريضة. هذا ما متأكد منه لأنه أنا ما لقيته في أي مكان إلا في واحد مصدر. فأنا قلت لكم من النوع اللي أنا بدور على القصة في مصادر كثير، وبقول لكم كل المصادر إيش قالت. ففي النهاية خليني أقول لكم رأي الناس. طبعا في ناس انقسمت لأقسام، في طبعا ناس كثير ما هي مصدقة بالموضوع هذا وقالت هذا كله عبارة عن فخ هو مسويه أو كذبة هو مسويها، وفي ناس بتقول لا هذا فعلا ممكن يكون نوع من الذكاء اللي يخليه يبي يسوي تجربة يجرب فيها حاجة من اللي هو قرأها أو درسها ويثبتها. برورو ما ذكر إنه هو يعاني من أي مشاكل مرضية من أي هاد، بالعكس يمكن الآي كيو والذكاء حقه ما شاء الله مرة اللي مرة. في ناس قالت هذا يبغى يتصل مع الفضائيين، وفي ناس قالت إنه هو أريد الخطف معاهم، في ناس قالت إنه هو بيحاول يدخل في طائفة يمكن عشان يروح يوصل للفضائيين، أو ممكن دخل مع الماسونية وما قدر يرجع. وإذا جيتوا تقولوا مثلا إنه الولد هذا عمل غرفته كمتحف لمشروعه، فأنا يعني ما أأيد فكرة إنه هو يسوي المتحف ده وكل شيء ويمشي ويختفي وما يقول لأهله، يختفي اختفى تماما. يعني واحدة من الإشاعات اللي طلعت إنه هو بيحاول بذكائه إنه هو يحرك الشيء عن بعد. شفتوا التفكير اللي مرة يخترق الطبقة حقة الأوزون؟ هذا ولد زيكي. بس حبيت أقول لكم القصة دي لفتتني، إنه غير إن أنا شفتها عند اليوتيوبرز الأجانب وعلى الأشياء الغريبة، يعني أنا سمعتها قبل كده عند أحد عربي، بس طبعا مو بالتفصيل، يعني قالها كده نقاط فقط. بس والله مني فاكرة سمعتها عن مين. أنا شاكة إن أنا سمعتها عند خلف زون حق اللي فيه الولد اللي كان في المريخ، أو أنا مشبهة ماني فاكرة، بس إنه أنا شفتها عند أحد عربي وأتوقع إني شفتها عند خلف، بس في أي فيديو ماني فاكرة. عموما يا جماعة ممكن يكون الفيديو مرة عادي، ممكن ما يكون فيه ذاك الشيء، لكن بصراحة أنا مرة لفتني لأنه الولد هذا يعني أبى أفهم ليش يعني. فسؤالي لك عزيزي المشاهد، لو لقدر الله أوكي فكيت باب من أبواب غرفتك ولقيت المنظر ده في غرفتك وصاحب الغرفة مو موجود، وعشت كل اللي أنا قلته هذا أنت عشته، إيش ممكن يكون إحساسك؟ رقم 2، إيش تفسيرك للموضوع؟ فأبغى محققيني يشغل مخهم، سواء كنتوا محققين ولا جيش نظريات، والآراء اللي حتعجبني تحديداً في ده الموضوع حاملها كابتشر وحطها في الفيديو الجاي إن شاء الله. طبعاً أحب أشكر في نهاية الفيديو كل شخص جاء وتفرج، ضغط على زر اللايك، شير، انبسط، اي شيء. شكرا للداعمين ومنتسبين القناة. لا تنسوا دائما تشوفوا الديسكريبشن، اي قصة فيها جزئين شوفوا الديسكريبشن. في الديسكريبشن تحت انا حاطة قناتي التانية اللي انا قاعدة اجهز لسه فيديوهاتها، جاهزة هي بس لسه ما نزلتها. وايميلاتكم ترى اقرأها، مو ما اقرأها لا اقرأها، بس زي ما قلت لكم اخذ الشيء اللي لفتني فيها. وشدوا الهمة، نبغى نوصل 200,000 قبل ما أرجع دوامي. كل عام وانت بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. و thank you so much and bye bye.